أحسن الله إليكم هذا يسأل حفظكم الله يقول ما الفرق بين الوقف والهبة الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فالوقف لا يملك ولا يباع ولا يوهب وأما وأما الهبة فهي تبرع الإنسان بشيء من ماله لغيره لأن يعني يملكه إياه والموهوب له اذا قبض الهبه يتصرف فيها كسائر ماله نعم